لو انا دلوقتي كنت بتكلم على الويندو الاساسيه بتاعتي، انا كنت زي ما كنت بقول كنت بختار ويندو شكلها عامل كده، باخد عدد من النقط، يعني النقطه بتاعت الاتش اتش اوف ان بتاعتي، يا اما هاخدها يا اما ما اخدهاش. لو خدتها يبقى هي بتضرب في واحد، لو ما خدتهاش بتضرب في زيرو. في عندي سيلكشن ثانيه اكشلي، ممكن انا بدل ما اضربها في واحد اضربها في حاجه شكلها تريانجولر بالشكل ده، او اضربها في حاجه شكلها مثلا هامينج بالشكل ده، او حاجه شكلها كايزر ويندو بالشكل ده. اوكي، كل واحده من دول اكشوري لها ريسبونس مختلف عن التاني. اوكي، طبعا الايديال ريسبونس بتاع حاجه زي كده ان يكون اولموست شكله اكنه امبلس، عشان ما يبقاش الايفكت بتاعه يبقى ايه، يبقى كبير. لان انا طبعا لما بضرب في ويندو في الامبلس ريسبونس او في الديسكريت تايم دومين، كويس، اللي بيحصل ان انا في الفريكوانسي دومين ببقى كونفولف مع الفريكوانسي ريسبونس بتاعي. فانا دلوقتي برسم الفريكوانسي ريسبونس بتاع دول شكلهم عامل ازاي وبتاع دول شكلهم عامل ازاي. الفريكوانسي ريسبونس ده كل ما كان شكله دلتا فانكشن كل ما كان شكله احسن. طبعا هنا عمره ما يطلع شكله دلتا فانكشن، انما يهمني ان يكون على الاقل النقطه اللي هنا دي تبقى اكبر بكتير من النقط اللي في الايه، اللي في السايد لوبس اللي موجوده هنا دي، كويس. فنلاحظ ان احنا عندنا لو خدنا تريانجولار او خدنا اللي هي الويندو اللي هي ريكتانجولار ويندو كده اللي احنا كنا لسه مستعملينها من شويه، هلاقي الريسبونس بتاعي عالي كده، اللي هو السايد لوبس بتاعتي عاليه بالشكل ده كده. لو خدت انا الشكل ده خليته يعني عباره عن حاجه شكلها تريانجولر كده او بسميها البارتلت ويندو، اوكي، بلاقي الريسبونس بتاعي بقى احسن شويه، بقى اقل، يعني زي ما احنا شايفين كده السايد لوبس هنا بقت اقل. لو انا خدت بقى الكلام ده وعملته بقى شكله تيبرد شويه كده، يعني شكله سموث اكتر، سواء في الهامينج او في الهانينج او في البلاكمان او في الكايزر ويندو، هلاقي ان الريسبونس بتاعي احسن بكتير جدا. يعني ببص هنا كده مثلا في الهامينج ويندو، الاقي مثلا احنا بنتكلم هنا على ناقص 50 مثلا، يعني هنا كنا بنتكلم على ناقص 20 وناقص 30 وحاجات كده، اوكي، فدي ناقص 50 احسن بكتير، يعني عندي الفرق بين المين لوب والسايد لوبس هنا اكبر بكتير جدا، فده كده بالتاكيد احسن. وده كمان احسن واحسن بقى كايزر ويندو، هنلاقي ان هي نزلت كمان، بقت بنتكلم على حاجه قريبه من ناقص 100 في بعض الاحيان، اوكي. فنلاقي ان احنا بيسكلي عندنا استعمال الويندوز بتاعتنا دي بتحسن لنا شويه في البرفورمانس بتاع الايه، بتاع الترانكيشن اللي احنا بنعمله دوت. هنلاحظ حاجه مهمه، ان احنا لما بنيجي نقلل الامبليتيود بتاع السايد لوبس بنلاقي الويندو اللي هو الجزء بتاع المين لوب ده بيوسع شويه. طبعا احنا بنتكلم عن ان احنا عايزين نخلي دي شكلها اولموست دلتا فانكشن، فالدلتا فانكشن المفروض يبقى فيها عندي هنا امبلس، اوكي، ونفس الكلام هنا بيبقى عندنا امبلس. هنلاقي ان احنا لما بنخسر في حاجه بنكسب في حاجه تانية، او لما بنكسب في حاجه بنخسر في حاجه تانية. يعني هنا لما قللنا دي خليناها هنا، لقينا ان الويد اللي هو المين لوب ويدث هنا بدل ما كان صغير هنا كده بقى اوسع شويه. فهنلاقي ان احنا بيسكلي يعني بنختار حاجه تبقى جود كومبرومايز بين الحاجتين دول، يبقى عندنا المين لوب ويدث يبقى اقل ما يمكن، وفي الوقت نفسه الجزء بتاع السايد لوب اتينيويشن يبقى اقل ما يمكن، اوكي. يعني فاحنا بنختار ويندو على اساس بقى ان هي تحاول تحسن لنا في الايه، في الـ في الـ في الكاركترستيكس دي، او تو اوبتمايز في الكاركترستيكس دي بالنسبه للايه، للابلكيشن بتاعي.